انا بقالي فتره زايده اكتر من وزني زي ما كلكم لاحظين. انا زايده بالظبط 15 كيلو. لكل الناس اللي بتسالني انا حاولت وجربت كذا نوع دايت وكذا حاجه وبلعب على طول رياضه، والموضوع فعلا صعب، الموضوع مش بيجيب نتيجه بسهوله زي ما الناس متخيله. فانا دخلت وعملت سيرش على النت، ولقيت حاجة اسمها الكبسولة المبرمجة. الكبسولة المبرمجة دي لسه نازلة هنا في مصر عندنا. أنا لقيت حد بيعملها، الحد اسمه دكتور محمد ضياء سرحان. بعد سنين كتير من الأبحاث طلع في أمريكا حاجة اسمها الإليبس أو الكبسولة المبرمجة. عندنا مشكلة كبيرة لما بيجي لنا العيادة حد يدوبك زيادة عن الوزن المثالي بتاعه حوالي 10 كيلو أو 15 كيلو أو بكتير قوي 20 كيلو. الناس دي ولا قادرة تنزل بالدايت ومش قادرة إن هي تواصل دايت لفترات طويلة، وفي نفس الوقت هي ملهاش عملية. حتى كتير منهم بيجي يقولوا لي احنا عايزين نعمل عملية، بقول لهم انا بتأسف لكم، انتوا وزنكم ما يستحقش ان احنا نعمل عملية. بناخد كبسولة وبنبلعها ببق مية تنزل في معدتنا. اول لما تنزل في معدتنا احنا بنحقن فيها سائل معين بحيث ان هي الكبسولة دي تكبر تاخد حيز كبير من المعدة. نقوم ببساطة شديدة نبقى حاسين بالشبع طول الوقت، ولما نيجي ناكل يا دوبك يبقى الكباستي بتاعتنا او سعة المعدة بتاعتنا في الاكل حاجة بسيطة جدا. الميزة الكبيرة بعد كده ان هي برضو لما بتيجي تتشال مش محتاجين ان احنا نشالها، هي بتنزل لوحدها، هي ليها الجدار بتاعها رقيق جدا جدا جدا، بيتحلل الجدار ده بعد 4 شهور بالظبط. انا لسه دلوقتي مخلصه تركيب الكبسوله. الموضوع طلع ابسط مما تتخيلوا. الموضوع عباره عن انت بتاخد كبسوله وبتشربها بشويه ميه وخلاص، على الموضوع كده خلص. بس